لازم اسالك على خطوه تسريح 30% اظن من العماله عندكم، يعني هل بالفعل خلصتوا الخطوه دي وليه قمتم بهذه الخطوه؟ مظبوط، احنا الاول بالفعل قمنا بيها. احنا في الاول كان جزء من خطتنا للطرح العام كان ان احنا نوصل لربحيه في عام 2024. للاسف نتيجه للتغير الحاد في الاسواق في الاسابيع اللي فاتت بعد التضخم وبدايه الدخول في الركود، اضطرينا بسبب الاسواق دي ان احنا نبدر الربحيه ل 2023 نتيجه لغياب راس المال المخاطر او ارتفاع تكلفته بشكل كبير، وبالتالي اضطرينا احنا نقلص عدد الخطوط وعدد المدن اللي احنا شغالين فيها على المستوى العالمي وعدد الخطوط داخل مصر، بحيث ان احنا بس نبقى بنشغل خطوط اللي اوريدي وصلت لمرحله معدل اشغال بيسمح بالربحيه. وبالتالي مع التقليص الشديد في عدد الخطوط على مستوى العالم بقى في عدد اقل من الناس اللي وظائفهم لسه مرتبطه بالخطوط اللي موجوده مقابل الناس اللي كانت وظائفهم مرتبطه بالخطوط اللي مش موجوده او بالخطوط اللي كانت لسه هيتعمل لها طرح اللي هي طبعا اتاجل بسبب الظروف العالميه. فدلوقتي بتشغلوا تقريبا قد ايه في مصر استاذ يوسف؟ دلوقتي في مصر بتشغل حوالي 300 شخص. 300 شخص فقط. بشكرك شكرا جزيلا. سويفل واحده، طب عايز تعلق دكتور؟ لا مش على سويفل. حضرتك هناك منصه مثيله لسويفل، احنا عندنا مشكله في النقل، ان انا نقل البضائع، ان انا بدفع ثمن ايجار اللوري رايح جاي. يعني انا هنقل من القاهره لاسكندريه بينقل لي بيحاسبني على رايح للقاهره وراجع تاني، والراجع فاضي لانه راجع فاضي. هناك منصه زي سويفل اسمها تريلا، ودول عاملينها شويه كتاكيت صغننين، يعني فعلا. حاجه الواحد يفتخر بيها، وبداوا يتوسعوا خارج مصر. يعني اللي بتعمله بنفس الفكر، ان انا بحجز وبالتالي بدي فرصه للشاحنه اللي بتنقل لي في طريق انها لو هي راجعه ترجع مليانه، وده بيقلل لي تكلفه الشحن. وده نقل ايه بالظبط؟ يعني جميع انواع النقل، نقل ضخم ونقل ضخم وصغير ومتوسط وكل حاجه، وكل اسمها تريلا. دي فكره كويسه، انا ممكن استضيفهم حتى. ودول يعني بالعكس دي قصه نجاح، ودول كتاكيت صغيرين، ده ستارت اب اكيد، نوع من انواع ستارت اب زي سويفل. وده كان طالب في الاكاديميه العربيه للنقل البحري جاي من الصعيد، فكان بيركب القطر فهو شايف لواري راجعه فاضيه، فابتدى يدرس الحدوته وبناء عليها عمل هذه المنصه، والمنصه شغاله وبدات تتوسع، وشغالين تالي دلوقتي في 7 دول. دول اعتقد جمعوا تمويلات قريب، وجمعوا تمويلات قريب. لا كل المنصات بتاعتنا اللي في مصر الحمد لله، دي يعني ولاد الواحد بيفتخر بيهم طبعا. يعني فعلا قصص نجاح، وتوري ان التعليم في مصر والانتربرينورشيب في مصر ورياده الاعمال في مصر والجهات الداعمه، انا عندي طبعا عدد كبير من الانكيوبيترز اللي موجوده في مصر فعلا بتدعم هذه القطاعات. وهو ده الاقتصاد القائم، هو ده الاقتصاد اللي بينمو بسرعه جدا شديده، ووقت الكورونا هو ده اللي كان عليه الطلب. نخرج فاصل، شكرا استاذ يوسف سالم رئيس تنفيذي الشؤون الماليه لشركه سويفل.